سبور نيوز برعايه تاه فواياج. سافر وعينيك مغمضه. كافي ريستو مومنتو افوني محمد القروي سوسه. 8 ودرج في سبور نيوز على كنوز. اهلا سهلا. البداية بآخر أخبار. النجم الساحلي والإطار الفني للإيطالي لعقد اليوم الندوة الصحفية الخاصة بالمباراة. أكيد أكثر تفاصيل ناخذها مباشرة من الكونغو وين موجود زميلنا حمدي فريد. أهلا بك حمدي. مرحبا بك خديجة. مرحبا بالسادة المستمعين. بالفعل كالعادة متواجدين في لوبنباتشي وين النجم الرياضي الساحلي كان اليوم تحضيرات المباراة غدوة ضد تيم زامبيا الكونغو. الفريق كان يدرب اليوم على أرضية ملعب المباراة لمدة ساعة تقريبا حسب التمارين اليوم. تأكدنا من خلالها من التشكيلة الأساسية وهي نفس التشكيلة اللي اعطيناها البارح بشكر على نحو التيري أيمن البلبولي رامي البدوي غازي عبد الرزاق عمر جمازي الضغطات محمد أمين بن عمر فرانك حمزة الأحمر علي البريقي هيب المسكري وأحمد العكيشي هذوما الحديش ملاعبي اللي باش نلقاوهم غدوة في المباراة على أرضية ميدان صعبة وممتازة للغاية. المدارج قريبة برشا من أرضية الميدان كما قاعدين نشوفوا في لوبنباتشي يعني الملاعبية حاسين اللي ترى كما طريقة الإنجليزية طريقة عجبتهم برشا على غيران عمر جمالي لأن نسمعوا شنو حكي لكم زفر كاليتي تاعنا ماهيش خايبه نعرفو ترتون بلس غازونس كاتريام جينيراسيون معناها باهي يلعب نجم نقولو وحنا عارفين على شنو قادمين. عندنا مهمه جاينا لخطره ان شاء الله نوفقوا فيها وان شاء الله الناس الكل تبدا حاضرنا الماتش ان شاء الله. الجمهور قريب برشا من الميدان الشيء هذا ينجم يمس النجم الرياضي الساحلي. هذه ملاعب معناها كيما نشوفوا النجم نقولوا على الطريقه الانجليزيه حاجه باهيه نعرفوا النجم الساحلي كيبدا معناها سوبريسيون يبدا خير ان شاء الله. كيما قلت لك نبداو حاضرين على المقابله كيما قلت لك عندنا مهمة جينا عليها إن شاء الله إن شاء الله نروحوا معناها بها ما نركزوش برشا مع الجمهور نعرفوا الملعب معناها كما قاعد تشوف الجمهور ممكن قريب شوية إن شاء الله معناها كما قلت لك الكل نبداو حاضرين من جايين معناها هوني باش نلعبوا ماتش نتاعنا ونروحوا بالعكس نجم الرياضي الساحلي ورا اللي هو معناها من أحسن فرق في إفريقيا غدوة نتصور معناها مقابلة ماهيش تكون سهلة مازامبي نعرفوه إكيب باهية برشا إن شاء الله وكما قلت لك معناها الكل توا في يعرفوا معناها الأجواء الإفريقية هزينا الكاف النجم نقول ما فماش حتى واحد وما عندوش اكسبيريونس. الناس كل ان شاء الله غدوة نبداو حاضرين والناس كل ان شاء الله نحبوا نروحوا معنا بالكاس هذه وننوروا تونس ان شاء الله. كان هذا مدافع النجم عمر جمال. نرجع لك حمدي. بالفعل خديجة كما كنت تحكي يعني تقريبا اللاعبية حاسين اللي غدوة باش يكونوا سوبريسيون ضغط ملعب رهيب 18500 متفرج اكيد غدوة باش يكونوا موجودين في ملعب لوبنباتشي ملعب الرعب كما يسميوه هناك في الكونغو في لوبنباتشي. احنا نقول ان شاء الله بالتوفيق للنجم الرياضي الساحلي نتعامل مع الضغط الكبير من جماهير هذيا نعرف اي جمعية تشيل هنا الا انه الجماهير تعبها على الاخر. انا نرجعوا احنا نحكيوا على المقابلة والامور الفنية ونسوز مدربين عقدوا اليوم ندوة صحفية عبارة السباح مدرب مازامبي ومدرب النجم الرياضي الساحلي فوزي بنزرتي عقد ندوة صحفية العشية او نسمعوا شنو حكاية الندوة هذه. بالنسبة للمقابلة هذه مكتبي مزابي جمعية كبيرة جمعية عريقة جمعية ظهرت اللي هي من أحسن الفرق على المستوى الإفريقي في عدد مواسم يكون شركة مرتين معاشة في كاس العالم يعني فريق عنده رئيس زادة قوي بهذا الحال النجم الساحلي معناتها عنده قوته وعنده نظر نتاعو وأكدوا هذا في مسيرته الأخرانية لأن لعبنا الكان معناتها لعبنا مع أكبر فرق عربية وإفريقية والحمد لله نجحنا في المهمة هذه ونحاولوا باش نكملوا نجحوا في المهمة هذه نتاع السوق. سي تالمون لاكي سي تان جون جوار كي مونتري سي كاليتي سي سيرتو سيت اني دونك سي تان جوار دو فالور كي بوفي دوني توجور لو بلوس اون اتاك اون ديفونس مالوريزمون إيل إي بليسي دونك إيل إي با لا مي ليكيب دوا جوي اون إيكيب سي ان جروب كي جو تري سودي أونسومبل ميم لوسكي مونك أن أو دو جوار سي با دو تو أن هانديكاب بور لو كوار. أول حاجة نعملوا لها حسابات هي العوامل الخارجية ما فيهم الطقس ما فيهم الجماهير ما فيهم الملاعب ما فيهم الحكام كل العوامل الخارجية يلزمنا نكونوا محتاطين بها ونعملوا على تحديها في أغلب الحالات. هذا المفهوم بطبيعة الحال الملعب المعاشر الملعب الصناعي ثم فرق كبير البارح كدربنا ثم فرق كبير بين ملعب معاشر الملعب الصناعي خاصة بعد ما تصبنا مزار تحط الكرة تجري أكثر من اللازم توقع الخوف منه المالادريس اللي باش توقع
في الماتش معناتها اثر العشب هذا هما بطبيعه الحال متدربين فيه على طول العام متعاونين بيه. احنا لازمنا نتعاون نتاقلم وكما قلت اللاعبين اللاعب الباهي واللاعب اللي يكون لاعب لازم يعرف يتاقلم مع جميع المباريات حتى كيف يلعب على حصحاص ولا يلعب معناتها في الجبل لازم يكون معناتها كابابل ديمتريزيسي في نوم اللعب. نرجع لك حمدي كان عندك اضافه. بالفعل خديجه في العشيه مؤخر اليوم تم عقد الاجتماع الفني للمقابله وتقرر بالشلعب النجم الرياضي الساحلي بالازياء الحمراء في حين تبقي مازنبيه بالشلعب الازياء الكلاسيكيه البيضاء والسوداء. نحن نقول ان شاء الله الازياء الحمراء تكون مبروكه على النجم الرياضي الساحلي. التحول الملعب باش يكون في حدود ماري ساعتين بتوقيت الكونغو ماري ساعه بتوقيت تونس والمباراه باش تلعب ماري ساعتين ونص بتوقيت تونس. فالتقل جميل في اللحظه هذه وان شاء الله يتواصل حتى نهار المباراه. اكيد شكرا لك حمدي ما بوثك نوز اف ام الخاص مباشره من الكونغو مباشره.